افتتحت طبعا الحادية عشر للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر فيكا المخصص للفيلم الملتزم بعد توقف دام عامين بسبب وباء كورونا بحضور وزيرتي الثقافة والفنون الجزائرية سوريا مولوجي التي جددت في كلمة لها ألقتها في حضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالسينما والسمع البصري أحمد راشدي وعدد من أعضاء الحكومة. جددت التأكيد على التزام الدولة الجزائرية برفع مستوى الفن السابع إلى مرتبة أعلى تواكب التحولات التكنولوجية الحاصلة في هذا المجال. يعود إذن المهرجان الجزائر الدولي للسينما بعد غياب طال أكثر من 3 سنوات فرضته جائحة كوفيد التي أثرت يعني على الحركة والمشهد الثقافي في العالم بأسره. يعود اليوم إن شاء الله في طبعة قوية تشهد مشاركة العديد من الدول بالإضافة إلى الجزائر، عديد من الدول الإفريقية المتوسطية والعربية. وكما عهدناه على هذا المهرجان فهو ذو صبغة ملتزمة، أي أنه يعرض الفيلم السينمائي الملتزم الذي يدافع على القضايا العادلة في